يوم جديد من ايامنا في الزمالك اليوم. تحياتي مشاهدينا الكرام، معكم احمد جمال على الهواء مباشره على شاشه المحور. والنهارده يوم جديد من ايامنا وحديث عن الكره المصريه بصفه عامه وعن نادي الزمالك بصفه خاصه. طبعا الكل يتكلم ويتحدث والكل يراقب البطوله الاهم عند كل المصريين، بطوله الامم الافريقيه. ان شاء الله مصر تستضيف البطوله الاهم في الاستضافه، لان كل التقارير وكل المتابعين وكل وكالات الانباء بتتكلم على ان مصر ستنظم البطولة الافضل من حيث التنظيم في تاريخ كل البطولات الافريقية. طبعا مصر في هذا العهد وفي عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اول بطولة افريقية تقام في عهده، استعدادات غير عادية على قدم وساق لاخراج هذه البطولة بافضل صورة تعبر عن مصر الجميلة اللي احنا كلنا بنحبها وبنعشقها وهنشجعها ان شاء الله بدءا من الغد في مباراة زيمبابوي، مباراة كبيرة جدا في افتتاح مباريات منتخب مصر. النهارده هنتكلم بعض الشيء عن المنتخب الوطني المصري، ونتكلم طبعا عن كل اخبار نادي الزمالك وكل قضايا نادي الزمالك الساخنة دائما وابدا. النهارده بنرحب بنجمنا الكبير ومحللنا الكبير كابتن طارق مصطفى. ندخل في الكرة على طول ونرحب بيك كابتن طارق في الزمالك اليوم. ازيك يا كابتن؟ مبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. هنعمل ايه بكره؟ ان شاء الله هنكسب ان شاء الله. متفائل؟ اه طبعا متفائل لاكثر من سبب يعني. اول سبب ان انت البطولة على ملعبك. البطولة في استاد القاهرة اللي هو بيقول استاد الرعب للي ما لعبش عليه يعني. استاد القاهرة احنا كنا مع كابتن محمود الجوار الله يرحمه كنا بنتمرن عليه، مش بنلعب بس عليه الماتشات، فمعروف لافريقيا كلها استاد الرعب. الحاجه الثانيه ان انت في وسط جمهورك. انت مبسوط ان ماتشات مصر جت على استاد القاهره تاني؟ طبعا، ما انا بقول لك استاد الرعب ده. استاد الرعب طبعا معروف جدا، له نكهه خاصه، له ذكريات كتير مؤلمه عند الافارقه بصفه عامه. كتير استاد مرعب كتير. خلي بالك انا كمان على استاد القاهره في كل بطولات افريقيا مع نادي الزمالك ما اتغلبناش مباراه. شوف انا بقول لك ايه، من 2000 لما كنت بتلعب انت، لما كنت بلعب من 95 96 ل 2000 ما اتغلبناش مباراه في افريقيا خالص. شوف كده، يرجع كده للسي في وارجع للتاريخ، احنا كنا مغلوبين في مباراه موفوليرا 2-1 والمباراه دي اتحولت ل 5-2 لو موزمبيق. فريق موزمبيق عشان بس نتكلم على برضه. فعايز اقول لك ان استاد الرعب، استاد الرعب لكل الفرق في افريقيا. الحاجه الثانيه، عندك جمهور ولا اروع لما بيتوحد كله على اسم مصر، في اعتقاد الامور هتبقى مختلف. نعم، هو المهم كده، مش بس كده، لا انت كمان انت لسه بتقول يعني تشكر سياده الرئيس سيسي. البنيه التحتيه اللي اتعملت في 5 شهور. معلش يعني شوف انت من 2011 حتى وقتنا هذا كنت بتقعد تقول الاستادات اصل السور مش عالي، اصل البوابات مش الكترونيه، اصل. فلما تيجي في 5 شهور يكون الاستادات كلها اتعملت في زمن قياسي، ده يدل على انجاز وان القياده السياسيه مهتمه جدا عليك نور بالبطوله دي. عليك نور. الحاجه الثانيه كمان، انت مش بتتكلم بس على بطوله امم افريقيا اللي هي تعلب على معاك، بتتكلم في حاجات اكبر من كده بكتير جدا. صرف النظر ان انت بتلعب كره قدم، بتلعب بطوله هتاخدها او مش تاخدها، بتتكلم على حاجه سياسيا وامنيا واقتصاديا وسياحيا. كل الامور دي هيبان، كل ده ان شاء الله بعد البطوله هتلاقي مصر ان شاء الله في تقدم باذن الله. الكل يعول على منتخب مصر بين قوسين محمد صلاح. محمد صلاح يظل النجم الابرز زي مثلا ما في السنغال ساديو ماني، زي مثلا ما في الجزائر رياض محرز. هل هي منتخبات النجم الواحد من وجهه نظرك؟ منتخب مغربي، انت طبعا يعني سيد اللي عارفين بالمغاربه. على فكره حكيم زياش، على فكره الكلام ده في مصر بس، في مصر منتخب بس. محمد صلاح يعني ليه بقى؟ ليه؟ لان اللعيبه اللي موجوده في الانديه الثانيه اللي انت ذكرتها، المنتخبات الثانيه يعني ماني ما بشوفش اللي باصي الماني او لازم مش عارف ايه او منتخب ماني. محمد صلاح قيمه كبيره جدا 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 جدا، وكلنا بنتشرف ان هو موجود في منتخب مصر، وكلنا بنفرح ونروح وراء اي نادي هو بينتمي له. راح روما رحنا وراه، راح سويسرا رحنا وراه. امكانيات محمد صلاح الفرديه والمهريه والاخلاقيه وحط تحتها 100 خط بتجبرك ان انت تحترم محمد صلاح وتحب تتفرج عليه. بتخاف عليه نفسيا؟ طبعا بتخاف عليه من الضغوط، بتخاف عليه من الاضواء الكتيره في سن صغيره. حتى محمد يعني 26 27 سنه اكيد ممكن يتاثر بكل هذه الاضواء اللي حواليه.
اكيد. بس هو بصراحه يعني خلاص بقى ناضج جدا. محمد صلاح بقى مختلف. محمد صلاح مش بتاع المقاولين، ولا محمد صلاح بتاع اول ما بدا مع المنتخب لما كان موجود الناس اللي موجوده كانت كبيره. ولكن من وجهه نظري محمد صلاح دلوقتي بقى عارف هو عايز ايه، عارف عايز يوصل لفين، عنده طموح كبير جدا محمد صلاح. وخلي بالك انا اشوف ان صلاح نفسيا كمان في الفتره الاخيره بوجود عبد الله السعيد، خلي بالك النقطه دي مهمه جدا، دي حسها اللعيب اللي في الملعب اللي عنده امكانيات عاليه جدا بس مش قادر يطلعها الا من خلال واحد عنده رؤيه فنيه في الملعب. انت عارف عبد الله ما كانش موجود قبل كده، وتفتكر ان محمد صلاح في 3 ماتشات ما جاهمش، وكان الامور بالنسبه له ما كانتش واضحه لان ما كانش موجود واحد يقدر يخلي محمد صلاح يظهر بالشكل اللي هو ممكن يظهر بيه في الفتره الجايه يعني. طيب عشان انا عايز اقفل ملف المنتخب سريعا واخد منك يعني زي ما بقول كده، المنتخب فيه حاجات كتير. المنتخب فيه حاجات كتير قوي. اختيارات لعيبه نادي الزمالك، يعني بنتكلم على طارق حامد طبعا يظل النجم الابرز في خط وسط منتخب مصر في ظل منافسه كبيره جدا مع النني ودونجا الوجه الجديد اللي طبعا داخل في وسط الملعب، مع محمود علاء والونشا، ومنافسه مع حجازي والمحمدي. بص هو خلي طارق حامد لوحده، ما تحطوش في منافسه لان هو حاليا ضامن مكانه. حاليا ما فيش مقارنه بين اي لاعب خط وسط في مصر بطارق حامد. تمام. لاسباب كتيره جدا. اولا هو صاحب المستوى الثابت من فتره كبيره جدا، ودي نقطه مش اي حد او اي لعيب يقدر يحافظ عليها، انك تفضل مستواك ثابت فتره طويله جدا جدا جدا. تمام. الروح اللي بيلعب بيها طارق حامد، ودي ما بتبقاش موجوده في اللعيبه اللي دي، انت بتبقى بتاعت ربنا. نعم. المجهود الكبير جدا 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 اللي بيبذله في الملعب، وانتمائه للتيشيرت اللي هو لابسه، اذا كانت تيشيرت الزمالك او تيشيرت المنتخب، فدي كلها امكانيات يا احمد تخليك ان انت تقول لا ما تحطوش في مقارنه مع حد اصلا. هو اللعيب رقم 6 طارق حامد اللي بيلعب قدام السرد باكين، ويتحط اي حد، ما عنديش مشكله. طيب مين جنبه من وجهه نظرك؟ والله تفضل النني ولا تفضل دونجا؟ انت بتسالني انا؟ يعني طارق مصطفى. بتسالني انا طارق مصطفى؟ وهلاعب انا مين؟ زيمبابوي. ولا النني ولا دونجا؟ ولا النني ولا دونجا. اقول لك ليه بقى؟ اولا انا هلاعب فريق مع احترامي ال 100 الف اللي موجودين والملعب والافتتاح واستاد القاهره وكل الامور بتقول ان انا هنزل هضغط ضغط عالي، وضغط ان انا اعرف كل الفرق او كل المنتخبات اللي موجوده منتخب مصر قوي من البدايه. البدايه بتبقى مهمه جدا خلي بالك، وطبيعي زيمبابوي لما هيجي يلعبك في الافتتاح هو مش هيلعبك فاتح الملعب. ده يبقى عدم ذكاء من المدير الفني او عدم ذكاء من اللعيبه. هو بيعتمد على الكونتر اتاك، وعندهم سرعات غير طبيعيه طبعا. خاما بيليت يمكن هو افضل اللاعبين هناك، وطبعا ده لعيب معروف عندنا انه لعب قدام الزمالك في سان داونز دلوقتي هو في كايزر تشيفز، ولعيب كان الزمالك كان مرشح ان هو ينضم للزمالك فتره من الفترات، ولعيب كويس ولعيب، ولكن هو راجع من اصابه كبيره لو كان جه الزمالك طبعا طبعا. ولكن هو راجع من اصابه. خلينا نقول زي ما كنت بقول لك، المنتخب ما ينفعش تقول منتخب، قول نادي مثلا نادي كذا كذا، وكمان الانديه الكبيره ما ينفعش تقول ما فيش الا ده اللعيب الوحيد اللي لا، كره القدم كره جماعيه، والفرق الكبيره والمنتخبات بتعتمد على. فانت شايف ان احنا هنضغط، فمش محتاج جنب طارق حامد لا دونجا ولا النني من وجهه نظرك. خلي بالك في مباريات انا مش هلعب كده، يعني عبد الله مش هيبقى كده، ولكن المباراه دي فرقه هتدافع بعدد كبير جدا وهتلعب على الهجمه المرتده، فانا بالتالي عايز اقلب طريقه اللعب ال 4-1-4-1. عبد الله السعيد عملها بشكل كبير جدا، كان عملها قبل كده مع الكبر، عملها لما كان في النادي الاهلي في اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه، ولكن فرقه هتدافع فعايز اكبر عدد هجوم يقدر يهاجم. فانت عايز تنزل عبد الله قدام طارق. خاصه ان الاربعه اللي ورا احمد هم اربعه، يعني الباك الشمال لو بتقول ايمن اشرف، لو بتقول مثلا الاثنين المساكين، لو بتقول مثلا احمد المحمدي، فانت عندك الاربعه. ينفع ما عديش الاثنين المساكين لان في منافسه كبيره جدا ما بين اربعه، والاربعه اتقل من بعض، حجازي والونش محمود علاء وباهر المحمدي، وطبعا علي غزال في الصوره كخامس يعني. بص حجازي زي ما احنا بنتكلم على طارق حامد، ده لعيب محترف بقاله فتره كبيره بيلعب مع المنتخب، لعيب عنده خبرات. ولكن برضه انا هلاعب زيمبابوي دايما، هحط لك دي لاني معلش لما اجي العب مثلا المغرب، لما اجي العب المغرب مش هلاعب محمود علاء وهلاعب حجازي، لان لما تيجي تبص على المساكين اللي انت قلتهم، اللعيب الوحيد اللي سريع فيهم هو باهر المحمدي اللي عنده عنصر سرعه، ولكن لما تيجي تقول مباراه بكره مباراه غدا، لا العب محمود علاء والعب مين؟ حجازي. ليه كابتن؟ مش المكان ده كابتن المفروض ان انت مش هتثبت فيه؟ لا بص طب انا بيلعب عليا مثلا احمد موسى، واحمد موسى ده سريع جدا لاعب نيجيريا، بيلعب عليا مثلا هنا الكاماره السنغال لعيب سريع جدا، فبالتالي انت لازم تختار الحته دي بالذات، ما ينفعش تختار اتنين بطاء. ولكن مع فرقه ما بتهاجمكش، مع فرقه بتلعب على الهجمه المرتده،
وبتدافع بشكل كبير جدا، فانا هعتمد على ايه؟ على الكرات الثابته. طارق بس مع كامل احترام وجهه نظرك، وابسط قواعد الكره الان والكره الحديثه وانت تعلم ده، ان انت في خطوط وفي اماكن معينه انت ما بتلعبش فيها كتير في بطوله مجمعه، ما بتلعبش في التشكيل في اماكن لا. معينه. لا لا لا، الكلام ده ما بقاش في كره القدم. انت بتبص المنافس عامل ازاي وبتبص لعيبتك عايزه ازاي. انا مثلا في مباراه زي دي انا عارف ان الفرقه هيبقى لو دافعوا بشكل كبير جدا هيبقى المساحات ضيقه، فهيبقى عندي فاولات وعندي كرات ثابته وعندي كرانن. عايز استغل محمود علاء لان هو مميز فيها، وعايز استغل حجازي لان هو مميز فيها. انت بتفضل بكره محمود علاء وحجازي؟ عارف انت لو هتلعب المغرب وهيضغطوا عليك ضغط عالي اقول لك لا. عارف لو هتلعب مثلا السنغال وعندهم ناس كتيره جدا عرض السرعه اقول لك لا. وصلت الفكره، وصلت الفكره. طيب بنتكلم، انت بتقول بقى عبد الله جنب طارق حامد، ده كاقتراح او كرؤيه فنيه لسيادتك؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد، اوكي. ثلاثة تحت الفروت. مين الثلاثة؟ طبعا محمد صلاح ده اكيد. محمد صلاح حاجز مكانه. تريزيجيه ورده وعمر ورده. لان هو قدام عبد الله السعيد. هو عمرو ورده عنده ميزه برضو، بس يعني هو لازم يتقل شويه. الميزه اللي عنده زي الميزه اللي عند حجازي. ودي لازم يشتغلوا عليها الاجهزه الفنيه، تخصص اللعيب. حجازي عم بيعمل مجهود، تريزيجيه بيعمل مجهود كبير جدا. ولكن بيعمل ايه؟ الفينش مش كويس. فلازم يشتغل عليه على الجون كتير قوي. تمام. ورده بيعرف ياخد فاولات وبيتحرك كتير، والمكان ده تحديدا انا عايز اخد منه فاولات كتير جدا. فعشان كده بقول لك ايه، مع زياده عبد الله السعيد يبقى عندي 4-1 4-1 وضغط ضغط عالي. مين الفروت دي؟ والله بقى دي المشكله المؤرقه لكل المصريين. صدقني هي مشكله لان مروان محسن بقاله فتره كبيره جدا كان بعيد، ومروان محسن ممكن يكون المباراه الاخيره هي حطته اساسي في مباراه غدا. ليه؟ لان هو بقاله فتره كتيره مع جيري، مقتنع بيه حتى لما كان في اسوء حالاته هو مقتنع حتى بيه. حتى احتياطي في النادي الاهلي بياخد المنتخب بالظبط. فوانت مغمض كده مروان محسن. ولكن ده ما ينقصه من احمد علي، ان احمد علي من افضل اللعيبه هذا الموسم، رصاد حربه بتلعب على الجون وهداف الدوري. انت يعني تفضل مروان محسن؟ افضل مروان بخبره مروان وان مروان اشتغل مع الثلاثه اللي تحت دول كتير اكتر من احمد علي. كده مين الورقه الرابحه اللي عند اجيري بره على دكه البدلاء مثلا في مركز صانع الالعاب او في مركز مثلا المهاجم المتاخر مثلا بره؟ يعني هو عنده وليد سليمان خبره واللعيب كويس وليد، ولما بتحتاجه بتلاقيه. وليد برده من النوعيه اللي بي بي بيحط الكروسات كويس. واحمد علي خلي بالك هي في نقطه برده، ولما تيجي ترجع لها مع الوقت انا عايزك تقول اكتر من اسم. ما هو لا، الاختيارات اللي مختارها مستر اجيري مع احترامي ليه يعني اختيارات مش بتاعه منتخب تقيل عايز ياخد بطوله. لما تختار 7 مدافعين ما تقوليش ايمن اشرف بيلعب باك شمال، لا ماليش دعوه، ده هو مش باك شمال. يعني لما تختار. طبعا انت فهمت مغزى سؤالي. طبعا لما تختار، ما هو انت الحلول مش هتبقى كتيره. الوحيد اللي لما ممكن لما تيجي تحتاج حل على كلامك انت وتدور على الدكه عندك بعد ما انت ذكرت كل الاسماء ديت، انت كده دخلت 3/4 في التشكيل الاساسي. او 90% منهم. لما تيجي تدور على واحد مثلا ينزل مكان عمرو ورده مش في حاله عمرو لا قدر الله، مش هتلاقي عندك اسماء كتيره بره تصنع لك الفارق هجوميا. ده اللي انا خايف عليه بس، او خايف منه. انت صح، بس انا ممكن طريقه اللعب اللي هو مصر جيري، وانا بصراحه يعني دي بصراحه مميز فيها هو ان بيلعب باكتر من طريقه. يعني لعب بثلاثه، ولعب ب4-2-3-1، ولعب ب4-4-2. فعنده راس الحربه اللي ممكن يلعب احمد علي ومروان ويلعب اثنين. عنده عمر جابر عنصر برضه السرعه، لان الاربع لعيبه السرعة اللي في المنتخب من اللعيبه اللي موجوده كلها عمر جابر، باهر المحمدي، محمد صلاح، تريزيجيه. هم دول الاربعه السرعة دلوقتي اللي عندهم عنصر السرعه. ولكن انت لما تيجي تتكلم في طريقه ثلاثه ورا بلعب بثلاثه مساكين، لازم الباكين دول يبقوا باكين حافين مش باكين. زي عبد الله جمعه لو كان موجود عليك مثلا. نور عليك مثلا. نور هو لما لعب الماتش اللي فات الودي لعب ايمن اشرف وبعدين احمد ايمن منصور، ولا ده يعملها ولا ده يعملها، لانك انت محتاج اثنين عندهم النزعه الهجوميه 70-80% يقدروا يعملوها. تتوقع ان منتخب مصر يصل بعيدا في البطوله، ياخد البطوله؟ يعني بصراحه يعني حسب ظروف لان البطوله دي تحديدا يا احمد كل الفرق القويه موجوده في البطوله. يمكن كل البطولات اللي فاتت بما فيهم مصر في وقت من الاوقات ما كانتش موجوده في البطوله. انما انت عندك دلوقتي كاس عالم افريقي. خلي بالك ده كوبا امريكا دلوقتي انا متفرج عليها ومتابعها، مش هتبقى زي كده يعني. لغايه دلوقتي ما وصلتش ولا البرازيل ولا الارجنتين، انت بتتفرج وشايف. انما دي بادئه قويه، البطوله بادئه قويه وهتبقى اقوى اكتر في دور ال 16. عشان كده هتبدل ملامح مع الوقت. نتمنى ان احنا نتمنى ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله، لان في منتخبات قويه جدا جدا جدا. تعالى هقول شويه اخبار وانت تناقشهم معايا سريعا واحده واحده علشان برضو
نعرف كل الساده المشاهدين وتحديدا جمهور نادي الزمالك الجديد فيما يخص اخبار نادي الزمالك. طبعا انتم عارفين ان نادي الزمالك بدا الاستعدادات لاستكمال الموسم واستئناف الموسم والاستعدادات للموسم الجديد طبعا مع البطولات يمكن اللي اشار ليها رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. فيما يخص ان نادي الزمالك مقبل على 4 مباريات في عدد قليل جدا من البطولات في عدد او بعدد قليل جدا من المباريات، علشان كده المباريات القادمه هي مباريات حاسمه جدا. طبعا هناك من النجوم اللي بداوا ينتظموا في التدريبات منهم اوباما كابتن طارق، يعني انتظم في التدريبات النهارده، واوباما يظل نجم كبير جدا ونادي الزمالك. وخالد جلال على فكره هو اللي رجعه في الولايه الاولى ليه، وكان من اهم اسباب الفوز ببطوله كاس مصر الموسم اللي فات اللي هي اهلت الزمالك ان هو يلعب في الكونفدراليه. عايز اتكلم على اوباما والحديث والاشاعات الكتير اللي طالت اوباما والكلام عن علاقته الجيده بجروس وان هو هيروح السعوديه والكلام اللي اتقال عنه الفتره اللي فاتت. بص انا عايز اتكلم على اوباما بصفه شخصيه. الاول اوباما من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر. اوباما احنا طالبنا، مش احنا بس، كل الاعلام وكل الجمهور طالب ان اوباما يكون موجود في منتخب مصر في فتره من الفترات، لان نعم. كان بصراحه يستحق ان هو يبقى موجود في منتخب مصر. نعم. ولكن اتمنى من اوباما الفتره الراحه دي تكون فرقت مع اوباما، لان اوباما لعيب يمتلك كل المقومات اللي يبقى عبد الله سعيد تاني. عنده كل الامكانيات، لانه اللعيب اللي تحت راس الحربه ده اللي بيعرف يجيب جون، اللي عنده رؤيه وهو صغير في السن، فممكن المهاري طبعا اللي بيعدي واحد طبعا لا وبيكمل في ال 18 احمد. انت عارف اللعيب اللي تحت راس الحربه ده ايه اللي مميز عبد الله السعيد عن غيره؟ ان هو دايما بيخش ال 18، دايما بيعرف يجيب جون، ودي اوباما بصراحه بيعملها. فاتمنى فتره الراحه دي اللي هو ظلم فيها بكل امانه، ظلم فيها بعدم راحته، ان هو يلاقي نفسه تاني وان هو يبقى عنده طموح. يعني احسن حاجه عملها ان هو خد خلاص كده، خد راح له كان محتاجها. طبعا الجزئيه الثانيه بتاعت ان العقود والعروض اللي بتتقال، انا بصراحه انا ما بقراش الا على لعيبه الزمالك بس بكل امانه، يعني ما بقراش مثلا حد جاله من اي نادي تاني ان جاله عرض احتراف. الفتره اصلا ديت فتره كل الفرق لسه مخلصه الموسم، وكل الكبار بتوع الانديه كلهم مسافرين، ما حدش بيفكر الا من بعد اسبوعين من دلوقتي، كله في اوروبا، كله كل الناس بيستجم، كل الناس بيستجم، لعيبه، اداريين، المسؤولين. ولكن انا اشوف ان الفتره دي لازم اللعيبه تركز، لازم اللعيبه وعندها اهداف. خلي بالك انت 3 مباريات بموسم تعب كبير جدا جدا جدا، خاصه ان انت مع اوباما هيكون رجع فرجاني ووصل لفورم كمان مباريات ان شاء الله، مصطفى فتحي، تغيير جهاز، يبقى لكل اللعيبه عندها نوع من العدل. خلي بالك كل الامور ديت اتمنى ان خالد جلال والجهاز الفني يوصل روح جديده بقى، بالظبط روح جديده، وكمان فكر مختلف، ما مش روح جديده بس، لانك يعني لازم انت تبقى انت عارف انت هتلاعب مين، يعني الفرقه يعني بتلعب ازاي. من وجهه نظرك انت الفنيه يا كابتن طارق، طبعا كل واحد له مدرسته طبعا طبعا، بس في مدرب بيجي بيبقى مقتنع مثلا بامكانيات المدرب اللي قبليه، او شايف ان مدرسته كانت ناجحه مع النادي مثلا يعني، فبيبني على اللي تركه المدرب اللي قبليه. يعني جروس سايب نادي الزمالك، فريق مستقر له طريقه لعب معروفه، نختلف معاه فنيا في بعض النقاط او كتير من النقاط، ولكن في نهايه الامر له بعض الايجابيات. هل الافضل للكابتن خالد جلال ان هو يغير المدرسه دي تماما ويشتغل بدماغه تماما دون الاخذ في الاعتبار اي ميزه من مميزات الطريقه اللي تركها كريستيان جروس مع لعيبه الزمالك الحاليين؟ لا طبعا، هو انت زي ما قلت كده ان كل مدير فني وليه مدرسه، كل شيخ له طريقته طبعا. طبعا وانت بتشتغل بطريقه اللعب اللي تناسب امكانيات لعيبتك نعم، والخصم اللي انت تلعب قدامه. معلش مهنيه لما اجي العب مثلا النادي الاهلي غير لما العب مع احترامي النادي الجونه، لما اجي العب الاسماعيلي غير لما العب معلش حرس الحدود مع احترامي. لا في فرق، ممكن يبقى ماتش الاسماعيلي ده اقوى واجمد عليك نور، لا الجونه ممكن يبقى اصعب، وممكن كمان حرس الحدود يبقى اقوى صحيح في فتره من الفترات، واحنا شفنا صحيح. كده ولكن انا بشوف امكانيات لعيبتي واشوف طريقه اللعب الانسب اللي انا العب فيها، واشوف الحاله بتاعت لعيبتي من خلال التمرين، مين اللي فايق، مين اللي جاهز، مين اللي انا بشتغل الشغل اللي انا بشتغله كتكتيك، الشغل اللي انا بشتغله كتكتيك عشان تنفذه في الملعب. نعم. ما هو انت التحركات ديت ما ده شغل في الملعب، لازم الباك بيتحرك ازاي، طب الهاف بيخش ازاي، طب الراس حربه بيقطع الاوليه، طب مين اللي بيكمل ورا راس الحربه عشان يبقى راس حربه تاني، كل دوت هو المدير الفني اللي بيشتغله وبيبان شغله من خلال المباريات. ولكن انت قلت نقطه، مش ممكن انا اروح بعد 3 4 ايام واغير مره واحده طريقه لعب وتشكيل، مش هينفع. دي الحمد لله فتره حلوه وفتره كويسه، ان خالد يقدر ان شاء الله والجهاز الفني يقدروا ان شاء الله يكونوا عاملين فتره اعداد كويسه، وعاملين ان شاء الله
ماتشات مميزه. طبعا احنا شايفين دي لقطات من تدريبات نادي الزمالك النهارده، ويمكن انضم للجهاز الفني لنادي الزمالك مخطط احمال يوناني هو انطونيس كيزوس، ده مدرب احمال يوناني مجتهد له سيره ذاتيه محترمه جدا، ان شاء الله يصنع الفارق مع لاعبي نادي الزمالك. النهارده عملوا قياسات بدنيه، ودي حاجات مهمه جدا طبعا، بتوع الكره عارفين طبعا اللي انا بقوله كويس جدا في بدايات الموسم، هو ده البنى وبنى العماره وبنى الفريق زي ما بيقولوا، لازم يكون على اساس واساس قوي جدا. اليوناني انطونيس كيزوس يمتلك العديد من الخبرات الكبيره، اشتغل في انديه يونانيه كبيره جدا، اشتغل ايضا في قبرص مع ايك اثينا، بناثينياكوس اليوناني، منتخب قبرص الاول، وكان موجود برضو مع نادي ايك اثينا. هو مخطط احمال له سيره ذاتيه محترمه، وان شاء الله برضو يصنع الفارق مع الجهاز الفني فيما يخص الناحيه البدنيه. كل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. في خبر برضو اخر يخص حمدي النجاز، ده طبعا ده مخطط الاحمال الجديد اللي دخل على الجهاز الفني لنادي الزمالك، كل التوفيق ان شاء الله في مرحله جديده مع جهاز فني جديد لنادي الزمالك يحقق الطموحات والاحلام لكل جماهير نادي الزمالك في البطوله اللي كتير جدا 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 اغلب طبعا الزملكاويه، ما كانش كل الزملكاويه بيتمنوا طبعا، ده طبيعي جدا ان هم يفوزوا ببطوله الدوري بعد انتهاء الامم الافريقيه، رغبه عارمه زي ما كانت رغبه عارمه عند الملايين من عشاق نادي الزمالك ان هم كان نادي الزمالك يكسب الكونفدراليه، والحمد لله ان ده تحقق. البطوله الاهم بالنسبه لكل جماهير نادي الزمالك بعد كاس الامم الافريقيه هي بطوله الدوري، وعلشان كده كل التركيز كل التركيز كل التركيز والعمل على النواحي النفسيه والذهنيه، وده مهم جدا ان نادي الزمالك مصيره في ايده من خلال 3 مباريات، مباراه الاسماعيلي، مباراه الجونه، مباراه النادي الاهلي بعد نهاية بطولة الكاس الامم الافريقيه. واحنا شفنا اللي حصل في الكونفدراليه لما احتاج الزمالك المكسب، حق الزمالك المكسب وعاد من بعيد في البطوله الكونفدراليه، ان شاء الله تتكرر مره ثانيه في بطوله الدوري. عندي خبر بيقول ان النجاز حمدي النجاز هيرجع ان شاء الله من تونس يوم السبت، وهينتظم في تدريبات نادي الزمالك يوم الاحد. ده بياخدني ملف برضه كابتن طارق عايز اناقشك فيه واكلمك فيه، انت قلت حاجه جميله قوي ان كل الاخبار الخاصه بالانتقالات واللعيبه ومين رايح السعوديه ومين رايح الامارات ومين راجع على تونس، انا شفت طارق حامد مشي ومين راح بيراميدز وأوباما مشي وكهربا وفرجاني مشي وكهربا وكده. لا التوقيت مش كويس يعني لازم النجاز لازم الناس تبقى في نوع من الذكاء شويه. اه ليه؟ لان لما تقول التوقيت واحنا برضو كجمهور لازم احنا نبقى حاسين بالحته دي. التوقيت مش كويس لانك انت لسه قدامك بطوله امم وشهرين وترجع 3 مباريات في الدوري ولسه حاجات كتيره جدا. فحتى التوقيت الحمد لله اللي هو اتقال في التوقيت ده ليه؟ لان لسه بدري جدا. كله مضروب، كله اي كلام، كله 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 اي كلام. حمدي النجاز، الكلام عن اللاعبين المحترفين في نادي الزمالك طبعا ده عمل الاداره في الاول وفي الاخر، ما نقدرش نتدخل في القصه وفي الرؤيه الفنيه للجهاز الفني ولا قطاع الكره في نادي الزمالك، بس بنتكلم بصفه عامه لان دي اسئله برضو بتشغل بال الزملكاويه. حمدي النجاز، فرجاني ساسي، حميد احداد، خالد بوطيب، عندك معار، رزاق سيسي، كاسونجو، 4، انت عايز 4 من هؤلاء النجوم. ولو ما جبتش حد جديد، بص هو في الاول والاخر هي بتبقى رؤيه مدير فني واحتياجات المدير الفني. انا اشوف بصراحه سيسي صح، رزاق سيسي، رزاق سيسي لاعب الاتحاد السكندري والمعار من نادي الزمالك اللي هو كان في اسوان الاول. ايوه انا اشوف ان هو اللعيبه الافارقه تحديدا في البدايه ما بيبقوش كويسين، ولكن مع الوقت بيبداوا يتاقلموا وياخدوا. هو لعيب لعب مع الاتحاد السكندري وقبلها مع اسوان، كان لعيب باين ان هو لعيب كويس، عنده عنصر السرعه، قوه، عنصر السرعه الاول والقوه اللي موجودين تحت رصاصات الحربه في الزمالك كلهم ما عندهمش دي، كلهم مهريين. فانت دايما بتبقى محتاج في الثلاثه اللي تحت ان واحد ينطلق من غير كوره، مش لازم الكوره في رجله، مش لازم عنتر، مش لازم ايمن حفني، مش لازم مدبولي، مش لازم محمد ابراهيم، مش لازم، يعني عندك كتير في الحته دي الستايل واحد. فانت عايز مرونه تكتيكيه شويه، عايز تلعب على سرعات وقت من الاوقات في المباراه لازم تتلعب السرور، راجل يروح قاطع من غير كوره فيروح راس حربه تاني زي ما كان ستانلي بيعملها مثلا كان في الزمالك، عليك نور. فانا اشوف من الاعراض كلها، من وجهه نظري الشخصيه، من الاعراض كلها ان هو من الناس اللي تبقى موجوده رزاق. من وجهه نظر انا من وجهه نظر لان اللعيب بيلعب ناحيه الشمال ولعيب طيب سريع. النجاز، فرجاني،
لا فرجاني ده لا خلاف عليه، ده فرجاني ده انا عايز اجيب واحد جنب فرجاني تاني يبقى مع طارق حامد وفرجاني. النوعيه بتاعت فرجاني مش النوعيه مختلفه يعني. انا برضو عشان اقولها للامانه انا رشحت واحد من المغرب زي فرجاني سياسي بالظبط، بس ده يمتاز كمان ان هو بيشوت ان هو بيشوت دايما، تسديداته او فاولاته كلها بتحطها كويس من مسافات بعيده، وبيلعب في نادي كبير مش نادي صغير. بس عاده فاضل له سنه زي ما رشحت لابا كوجي برضو لما كنت موجود. فبالتالي انت محتاج النوعيه اللي زي دي، النوعيه اللي تلعب خلاص. يبقى لا خلاف على فرجاني ولا خلاف على رزاق السي. دلوقتي بتتكلم على ثلاثة فراوده، حميد احداد، بتتكلم على خالد بوطيب، كاسونجو. في حيره عن الجماهير ولا حيره ولا حاجه؟ بص اصل هي 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 كره القدم، هي كره القدم معروف. انا مش هجيب واحد مثلا زي طارق حامد ولا زي مثلا اوباما واروح ان انا ابيعه او اروح ان انا اقول مش عايزه او اروح ان انا اجيله عقد امشيه، لا ده في اساس، ودول من اللعيبه الاساسيه اللي دايما انا بدور على بطوله ودايما بدور على ايه؟ على اداء وعلى ان انا دايما ابقى في المقدمه وان انا هلعب في كذا بطوله. ولكن انا بتكلم على اللعيبه اللي هي المحترفين، المحترفين. فاذا كان النجاز او اذا كان فرجاني او اذا كان حميد، لا فرجاني خلاص احنا قلناه، ابو طيب بوطيب وحميد وكاسونجو. لو انا هجيب وانا شايف ان انا هجيب افضل يعني، انا لو لابا كان جه مش فارق معايا مين يمشي، مش فارق معايا، فلازم اللي انا اجيبه يكون اتقل واقوى من الثلاثه، من الثلاثه في مكانه، في مكانه. طب لو انا سالت طارق مصطفى بتحب مين في الثلاثه؟ تفضل مين في الثلاثه؟ نجاز. لا نجاز ده باك رايت. انا بتكلم على، انت قلت لي الثلاثه، النجاز وبوطيب حميد احداد وحميد خالد بوطيب كاسونجو. لا كاسونجو. تفضل كاسونجو طبعا. ليه بفضل كاسونجو؟ لان كاسونجو يعني هو، خلي بالك هو هو الناس كانت برضه بتعترض على كاسونجو في وقت من الاوقات. كاسونجو بيجيب الصعب، بس كان بيعمل ايه كاسونجو؟ كره القدم دلوقتي جري كتير وروح واراده، وهو كان بيعمل دي على فكره، هو كان بيعمل دي، هو كان بيجيب الاجوان الصعبه، كان بيضيع السهل، ولكن دي خلاص يما بس بيهد اي دفاع عليك نور، اي دفاع عليك نور قوي جدا عليك نور. ودلوقتي دايما ضاغط، دايما ضاغط. عشان ما ظلمش بوطيب وما ظلمش حميد، حميد بوطيب مع المنتخب، مع المنتخب هو ما لعبش اخر مباراه مع المنتخب، ما نزلش حتى، ولكن هو مع المنتخب عشان المنتخب المغرب مع هيرفي رينار بيلعب ضغط عالي، وعنده لعيبه كتير جدا كافراد مهاريه زي فيصل فجر، زي حكيم زياد، زي برابط، زي بتاع، بيشتغلوا كرات عرضيه كتير جدا، زي اشرف حكيمي بيلعب بروسيا دورتموند. فهتلاقيه بوطيب مختلف في الـ في الـ في البطوله لو خد ولعب، خلي بالك. انما حميد، حميد بقاله سنه مع الدفاع الحسن الجديدي، ما لعبش تحت ضغط، ما لعبش خبرات، هو جه سنه لعبها تالق في الدوري المغربي، فاهم، راح الزمالك فما لعبش كتير مع جروس بصراحه. يعني في خبر يخص محمود عبد العزيز ان هو بياخد تدريبات تاهيليه في الجيم، وبدا التدريبات برضو علشان استعدادات لاستكمال الموسم والموسم الجديد. وده بياخدني ملف برضو المركز المؤرق او المركز المهم في نادي الزمالك، فرجاني لا خلاف عليه، فدايما طارق حامد هو اللعيب المحوري اللي بيحافظ على مكانه. ولكن كنا بنعاني ان احنا طول الموسم مع جروس ان احنا نقول له بص على محمد حسن، بص على محمد حسن. محمود عبد العزيز هو كان دايما هو الاحتياطي لطارق حامد او الاحتياطي لفرجاني لا قدر الله في حاله الاصابه مثلا او الايقاف. النهارده محمد حسن في مباراه حرس الحدود اذهل الجميع اللي اتفرجوا، يعني قال لك ده لعيب مبطل بقاله سنه، جروس مبطله، نزل ماتش حرس الحدود عمل اداء ولا اروع من كده. والنهارده بقى في منافسه ما بين الثلاثه، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن. اللعيب دوت انت شايفه ازاي محمد حسن، طبعا بالاضافه للقيمه الثابته لمحمود عبد العزيز وطارق حامد جنب فرجاني؟ هو بصراحه حاجه تحسب له ان هو كان فتره بعيده جدا، زي ما عملها حازم قبل كده، حازم امام لما لعب باك رايت وما كانش موجود فرجاني بقاله فتره كبيره جدا وطال، حاجه تحسب له ان هو يكون بعيد عن المباريات وينزل ويؤدي بهذا الشكل ويلعب كمان لاكثر من حوالي اكثر من 75 دقيقه. وده انا كنت مستغرب له ان هو يلعب المسافه دي كلها، وان هو ونفس القوه ونفس القوه. ولكن برضو انت ما تقدرش تحكم عليه بشكل كبير جدا لانه ما لعبش، لانه برضو من الناس اللي اتظلمت، لان جه في وقت من الاوقات هو ومحمود عبد العزيز كانوا ممكن ياخده، ولكن بعيد. محمود عبد العزيز نفس الشيء، محمود عبد العزيز كان اللعيب الاساسي قبل فرجاني ساسي، ولكن لما جه فرجاني ساسي خلاص النوعيه بتاعت فرجاني متغيره شكلا ولونا واداء وكل حاجه،
ففرق كبير كتير جدا جدا جدا. فاستبعدت محمود بشكل نهائي. هو ما ينفعش ان انت مره واحده تلعب ده ولما تيجي تحتاج لواحد تاني زي ايمن حفني، زي مش عارف محمد وريق، زي مش عارف عن، ما ينفعش تستبعد واحد لان ده موجود، راجل موجود في القايمه وراجل مقيد. دي كانت السلبيات بتاعت جروس بصراحه، دي من يعني من اكتر السلبيات. وخلي بالك هي نقطه مهمه جدا، خلي بالك جمهور نادي الزمالك جمهور من افضل الجماهير اللي فاهمه كوره قوي وبتعشق وبتفهم وعندها ذكاء كبير جدا. نعم. جمهور نادي الزمالك عارف ان جروس مش هو المدير الفني اللي بتاع نادي الزمالك، اللي مش لايق على نادي الزمالك فنيا. فنيا فنيا خلي بالك انا بكلمك فنيا، ماليش دعوه بامور تانية. فنيا ليه؟ لان هو كان عنده اخطاء كتيره جدا جدا. ثبت ال11 ولا ال12 ولا 13 لعيب، وده مش في الكوره لانك انت اللعيب المصري ده تعمله في اوروبا. مليار مدريد يلعب ولا برشلونه ولا اوروبا كلها تلعب ال13 14 لعيب دول ثلاث سنين ما عندهمش مشكله. سيد الفاضل الروتيشن بيحصل في عندهم روتيشن في الكاس وبيحصل في الدوري. لا ده طبيعي كل حاجه. لا انا بتكلم على العوامل الثانيه المساعده. بتكلم على عوامل استشفاء، عوامل ده. انا بكلمك ان الانديه دي كمان بتعمل روتيشن في البطولات الثانيه، يعني بطوله كاس يلعب مثلا الحارس بيلعب بحارس ثاني، كاس رابطه مثلا في انجلترا يلعب بفريق ثاني. عندك مثلا تشامبيونز ليج يوم الثلاث ولا الاربع مثلا يطلع ثلاث اربع اسماء في الدوري يوم السبت ويوم الاحد علشان يريحهم من الماتش الاهم في الشامبيونز ليج. ده كله جروس ما كانش بيعمله. ماشي، كان بيقتل اللعيبه. احنا ما قلناش هو عمل حاجات حلوه كتير. اولا خلي بالك هو خد بطوله الكونفدراليه ديت، حتى لو طالما موجود، حتى لو اللعيبه اجتهدت اللعيبه لعبت، هو الكل بيتحسب للكل. طالما خدت بطوله، طالما خدت بطوله بتحسب لمجلس الاداره، شرف مرتضى منصور ومجلس الاداره، تحسب للاعبين، تحسب للجهاز الفني، هو مثلث كامل. فدايما دايما الكره الجماعيه بتحسب للكل يعني. نعم. فانا شايف ان ليه كتير وعليه كتير بصراحه يعني. تمام فني. تمام. عموما نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك في الولايه الثانيه. طبعا هو جديد وقديم في نفس الوقت، لان دي الولايه الثانيه ليه. طبعا هو اسم معروف عند كل جماهير نادي الزمالك، وهو الكابتن خالد جلال المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، طبعا مع جهاز فني محترم مع انضمام الكابتن عبد الحميد بسيوني ليه كمدرب عام مع جهاز فني. ان شاء الله يكون مصري ويكون عارف وعالم ببواطن الامور داخل الكره المصريه. كل التوفيق ان شاء الله للكابتن خالد جلال في البطوله الاهم، بطوله الدوري بعد انتهاء الامم الافريقيه. كان لنا هذا الحوار الاول للزمالك اليوم مع المدير الفني لنادي الزمالك كابتن خالد جلال. تحياتي ليك زميلي العزيز احمد جمال، وتحياتي لكل مشاهدي برنامج الزمالك اليوم من داخل نادي الزمالك. يسعدنا ويشرفنا طبعا يكون معانا المدير الفني للفريق الاول لنادي الزمالك كابتن خالد جلال. كابتن خالد منورنا ومشرفنا طبعا في برنامج الزمالك اليوم، وبرحب بحضرتك كابتن خالد. اهلا وسهلا، برحب بك يا خالد. اهلا وسهلا، وبرحب طبعا باحمد جمال وخالد الغندور وكل طبعا المحللين الكبار بتوعنا في نادي الزمالك. كابتن خالد خلينا نبدا مع حضرتك من مباراه حرس الحدود، حضرتك توليت فيها المهمه، اكيد كانت مباراه صعبه، كانت ترتيباتها صعبه يا كابتن خالد بالنسبه لك، حضرتك كنت جاي، كانت في ظروف للفرقه حضرتك طبعا كلنا عارفينها. عايز ابدا مع حضرتك من المباراه دي، واكيد كانت في صعوبات كتيره قوي، عايز اعرف مع حضرتك برده كانت في ناس بتسال حضرتك غيرت في التشكيل، في لعيبه كانت ممكن تلعب حضرتك ما لعبتش بيها، فانا عايز من حضرتك توضح للناس حقيقه هذه المباراه. والله هي في حصل لغط كبير قوي بعد المباراه، كل الناس لغيت النهارده، انا ناس مقابلاني النهارده بتقول لي انت ما لعبتش فلان وقعدت فلان والكلام ده كله. اللي انا عايز اقوله لا يمكن، انا مش راجل اول مره امسك او راجل انا ما عنديش ذكاء ان انا اغير في طريقه لعب، ان انا اغير في افراد في 48 ساعه، لا يمكن، ما لا يمكن، مستحيل. اللي حصل ان قبل المباراه انا فوجئت طبعا بكم اصابه عندنا، قلب نص الملعب كله اوباما مصاب، حاولنا معاه لغايه اخر لحظه، مش عايز اقول لك لغايه قبل ساعتين من المباراه كان مصاب، طلع بره الماتش. حميد احداد كان عنده شكه في الاماميه، قعدته بره رغم ان هو يعني كان ممكن ان انا استخدمه ربع ساعه، بس انا بفضلت كان الماتش كان مقفول وكان لازم العب واحد سليم 100%. عبد الله جمعه طلب مني برده ان هو يبقى بره المباراه، واحنا عندنا بهاء مجدي لعيب كويس، يعني احنا بهاء مجدي قبليها بماتشين. يا جماعه انا عايز اقول حاجه،
يعني بهاء مجدي قبليها بماتشين كان بيلعب ماتش الاسماعيلي ما لعب ماتش كويس جدا خلاص، وعبد الله نزل تغييره اخر 10 دقائق باك رايت. انا شايف الماتش، انا شايف الماتش من يومين. فاما انا نزل عبد الله جمعه مش ان انا يعني بهاء مجدي يعني ايه جاب جول في نفسه وكل حاجه يعني خطا، وده وارد، احسن لعيبه في العالم بتعملها يعني بتعمل الكلام ده. فانا كان استخدامي لعبد الله، انا قلت له ممكن استخدمك عبد الله لو اضطررت للكلام ده، وانا اضطريت. طارق حامد كان مستر جروس كان مديله 3 ايام راحه وخد يوم بعديه، كان عنده مشكله لأول مرة أن أنا أستخدم واحد ما بيتمرنش غصب عني، ما فيش حد. محمد حسن كتر خيره ما لعبش ولا دقيقة واحدة من أول السنة، فما كانش معايا نص ملعب خالص. محمد إبراهيم موقوف، محمود عبد العزيز مصاب اللعب وقبليها بماتش أوباما، يعني أنا لو لعب ما ينفعش أبدأ بأيمن حفني من بداية المباراة. فكنت تغييرات اضطرارية غصب عن أي حد، لو مين مسك قالوا لي ناس ثانية قالت لك غيرت في الطريق. يا جماعة ما غيرتش في الطريق، ده أنا طريقتي بلعب بالطريقة دي. وعلى فكرة أنا مش عايز أتكلم كتير، لا يعني الزمالك لعب 4-5 ماتشات عمر السعيد وتحته خالد بوطاي. طب أنا ما أعملهم كده وأنا مضطر إن أنا أعمل كده، الناس طبعا افتكرت ان انا بلعب براس الحرب. الناس طبعا يا كابتن خالد مش عارفين، طبعا الكواليس حضرتك بتقولها مش عارفين، لحمد احداد كان بيشتكي من اصابه، عبد الله جمعه طبعا وطارق حامد واللعيبه الدوليه دي كلها بيعانوا طبعا من اجهاد شديد في الضغط المباريات اللي فاتت سواء في البطوله الافريقيه او بطوله الدوري. ما طبعا جماهير الزمالك كابتن خالد دلوقتي بتعرف من حضرتك هذه الكواليس، وطبعا عايزين برضو نعرف من حضرتك الفتره الجايه ان شاء الله شايفها ازاي بالنسبه للفريق. طبعا الفترة في الجاية فترة مهمة جدا في تاريخ نادي الزمالك، وانا كنت لسه مجتمع مع اللعيبة بقول لهم طبعا ظروف المباراة اللي فاتت لا يمكن انها هتتكرر، يعني صعبة جدا، كانت ظروف صعبة. 48 ساعة يا جماعة، ده احنا بنستحمل، بيبقى واحد مثلا جاي بقاله شهرين وبيلعب اول ماتش وبنختلق له الاعذار، انا 48 ساعة انا زعلان من بعض الهجوم الغريب الغير مبرر العجيب جدا. يعني في بعض الناس اللي هدفهم طبعا انا عاذر جدا جمهور الزمالك، لاني اقرب بطوله دوري النادي الزمالك المفروض انها كانت تبقى محسومه دلوقتي وانا واقف معاك هي بطوله الدوري السنه دي. انا عاذر الجمهور وعارف التوتر ان الجمهور فيه وعذره جدا، لان جمهور الزمالك يعني محب جدا لفرقته وعايز ان الفرقه تكسب بطوله الدوري. كابتن خالد سمعنا في الايام الماضيه في بعض الاخبار بتقول لكابتن خالد طلب مصطفى محمد، كابتن خالد طلب كاسونجو، عايزين بقى نعرف من حضرتك كابتن خالد هل حضرتك طلبت فعلا بعض من اللعيبه المعارين ولا لسه في قاعده مع الكابتن امير مرتضى وسياده المستشار مرتضى منصور عن اللعيبه اللي هترجع واللعيبه اللي هتروح؟ انا عايز اقول حاجه، كل الاخبار دي اخبار ليس لها اساس من الصح. انا لا لسه احنا لسه انا هقعد مع امير ولسه جلستي مع المستشار بخصوص اللعيبه المعارين، مين اللي هيرجع، مين اللي هنجدد اعارته، مين كل الكلام ده كنت انا مشغول الفتره اللي فاتت في وضع برنامج، زي ما انا كده وضعت برنامج في بدايه الموسم وتحملت في بدايه الموسم اعباء كبيره جدا، مين اللي ماشي ومن اللي قاعد، وعملنا الحمد لله فترة اعداد جيدة وفريق محترم كسب بطولتين ما شاء الله. وانا بكمل، انا بقول اهو بكمل شغل مستر جروس، ما لا غضاضة ان انا اقول كده، لا بالعكس انا بكمل زي ما انا جيت قبل كده وكملت شغل ايهاب جلال، انا بكمل شغل مستر جروس. حضرتك كابتن خالد طبعا فترة اعداد عملتها بشكل كبير وبشكل جيد وجهزت الفرقة ان هم السنة دي بينافسوا على لقب الدوري وحققوا بطولة افريقيا وبينافسوا ان شاء الله على كاس مصر. اكيد يا كابتن خالد ومستشار مرتضى منصور طلب من حضرتك ايضا ان حضرتك تتولى منصب المدرب العام مع مستر جروس، لكن حضرتك طبعا رفضت وقلت ان مستر جروس يكمل فترته لحد ما يخلصها، وانا ان شاء الله ابقى موجود لو مستشار مرتضى منصور. هي بس مش هقول رفضت، اعتذرت. وطبعا انا بشكر المستشار مرتضى منصور ان هو بيفكر في خالد جلال، وعلى فكره فكر في خالد جلال
عشان خالد جلال مشي من نادي الزمالك. انا اعتذرت برضو اما لقيت ان الاتجاه العام بيقول مدرب اجنبي، انا طلعت المستشار مرتضى وقلت له خلاص انا الوضع الحالي يتطلب، يعني انا كنت فاكر ان الجمهور هيشيل الحته دي، فانا ما اتعرض عليا تاني قلت للمصلحه العامه الراجل يكمل شغله، وانا ما جيتش غير اما الراجل خلص عقده. انا مش عارف يعني الزعل دلوقتي فين، انا نفسي اعرف الزعل فين. الراجل خلص عقده يعني انا ما جيتش والراجل شغال، دي حاجة تانية. يعني أنا في ضغوط كبيرة، لكن إحنا إن شاء الله بنشتغل. أنا دايما بطبعي هادي وما ببصش على السوشيال ميديا، وعارف إن الجمهور نادي الزمالك ده جمهور كبير وعظيم، وإن شاء الله هيدعمنا ويدعم فرقته الأول، هيدعم فرقته دي نادي لعيبة نادي الزمالك اللي إحنا عملناها إن شاء الله عشان ناخد البطولة الدوري وإن شاء الله وكأس مصر. كابتن خالد، يمكن إحنا خلاص أيام قليلة وداخلين إن شاء الله على بطولة أفريقيا، أكيد كلنا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله يقدر يحقق البطوله. عايز اعرف من حضرتك بقى، في ناس بتقول اللي طبعا لعيبه نادي الزمالك الدوليه سواء في منتخب مصر منتخب المغرب منتخب تونس هيبقى في بعض من الاجهاد طبعا في المباريات المتبقيه سواء في الدوري او في الكاس، هل حضرتك شايف ان فعلا يبقى ممكن يبقى في اجهاد على لعيبه نادي الزمالك في المباريات المتبقيه في الدوري، ولا البطوله مش هتاثر خالص على اللعيبه؟ لا 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 لا، ما هو كل ما هو في لعيبه النادي الاهلي موجوده، وفي لا بالعكس دي هتدي لهم احتكاك قوي وهيرجعوا لنا ان شاء الله. وفي ساسي غير في خالد بوطيب مع المغرب، في لاعبتنا طارق حامد والونش وجنش ومحمود علاء، يعني الناس دي ما تحتك احسن من كل التمارين او الماتشات الوديه اللي احنا طبعا هنطلع معسكر باذن الله، فدي احتكاكهم هيبقى افضل مننا احنا، فان شاء الله يبقوا احتكاكهم يفيدونا الفتره الجايه. كابتن خالد، عايزين نعرف هل في ترتيبات معينه ان شاء الله للمعسكر اللي هيبقى في قبرص بالنسبه لنادي الزمالك ماتشات وديه، في اي تفاصيل ممكن نعرفها ونعرفها لجميع نادي الزمالك كابتن خالد؟ والله هو ان شاء الله هيبقى في معسكر باذن الله خارج مصر، ووافق المستشار مرتضى عليه واحنا بنجهز فيه ان شاء الله، وهنطلع طبعا مش هنطلع باللعيبه الدوليه، وان شاء الله يبقى بدايه. وانا شايف انا طبعا نقطه مهمه كمان هتكلم فيها اخيره، ان طبعا تشكيل الجهاز الفني احنا كنا بدأنا في فترة 48 ساعة، ودي مهمة ان انا اوضحها برضو. وانا قعدت مع المستشار وقلت له، حتى كان الكابتن خالد متولي مدرب حراس مرمى لغاية ما ايمن طار كابتن ايمن يخلص في الاتحاد السكندري وخلاص، والكابتن نبيل محمود اللي ليه كل الاحترام والتقدير وده اخويا وصاحبي وحبيبي طبعا، ومن اكتر اللعيبة اللي واخد بطولات في نادي الزمالك، جه عبد حميد بسيوني راجل خدم النادي وراجل يعني لا غضاض عليه، فكل الناس دي أنطونيو يوناني، واحنا شايفين يعني ما شاء الله شغال كويس، وانا من كام سي في اتعرض عليا انا اخترته، فان شاء الله الفتره الجايه مطمئنه جدا بطمن جمهور نادي الزمالك ومحبي نادي الزمالك اقف ورا فرقتكم. احنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله بنوعدكم احنا هنبذل اقصى مجهود عشان نساعدكم، وطبعا في دعم كبير من مجلس الاداره والمستشار مرتضى منصور، وكلنا بنعمل كوحده واحده ان شاء الله. انا مطمئن ومتفائل ان شاء الله ان الفتره الجايه هتكون خير باذن الله. كابتن خالد، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبعتذر حضرتك لو طولنا على حضرتك النهارده، وكنت مشرفنا منورنا كابتن خالد. شكرا يا خالد. شكرا شكرا. طبعا بشكر الزميل العزيز خالد غنم سلطان على هذا الحوار الممتع والجميل مع الكابتن خالد جلال، اللي وضح اكتر من نقطه كانت مهمه جدا وكانت مسار نقاش عند كل جماهير نادي الزمالك. وان كنت يعني هقول له كلمه على الهواء ويمكن يكون هو سامعني دلوقتي، كابتن خالد انت الان المدير الفني لنادي الزمالك، في وقت بيجي لك بيبقى مهم ان انت تسمع، وفي وقت بيبقى مهم جدا ان انت ما تسمعش غير لشغلك وتشوف شغلك وما تسمعش الانتقادات وما تبصش لورا وما تتكلمش على ماتش حرس الحدود، ونخلينا في بكره لان بكره هو الاهم. بكره انت مسكت في ظروف صعبه جدا، مسكت في مباراه صعبه جدا في اجواء صعبه جدا، وانت حللت كل الاسباب، اسباب التعادل مع حرس الحدود اللي من اسبوعين ثلاثه بنتكلم على مرحله جديده. سيب ده كله ورا ظهرك، بص لقدام لان اللي جاي ان شاء الله يكون افضل بالنسبه لك،
ويكون اكثر تركيزا مع لعيبه نادي الزمالك. الجماهير بتحبك والاداره بتحبك وبتدعمك وكلنا وراك يا كابتن خالد. كابتن طارق، واضح من خلال الكابتن خالد جلال او كلام الكابتن خالد جلال ان عليه ضغوط، يعني ان هو تحس ان هو مضغوط وعايز حاجه يقولها ويبرر بيها اسباب التعادل، وعايز يقول للناس يعني ان هو ما يشيلش نتيجه المباراه. فانا بس حبيت من خلال الكلمتين حسيتها كده، حبيت ان انا اقول له اللي انا حسيته. هل وصل لك نفس الاحساس؟ اكيد اكيد طبعا، واي حد فاهم او اي حد مدرك هيكلم الكلام اللي انت قلته. خالد جلال انا عاشرته في الملعب، لعبنا مع بعض، يعني من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا، من الناس اللي تعبت في حياتها، تعبت في حياتها بشكل كبير جدا. وعلى فكره هو عنده رصيد بطوله كاس مصر، ده رصيد عند الجمهور وعند الناس وعند المسؤولين. بشار مرتضى لو ما كانش خالد نجح في الفتره الاولانيه ما اعتقدش ان هو ممكن كان يجيبه في الفتره الثانيه، وادار مباراه الاهلي فنيا كويس لو طبعًا تفتكر طبعا. واللي عايز اقوله لك ايه، هو دخل على مرحله صعبه زي ما بيقول خالد، لازم كل الدعم ليه. بس نقطه مهمه جدا لخالد جلال، انا بعملها بصراحه، يعني انا وانا موجود في المغرب لما كنت موجود مع الدفاع الحسني الجديدي حاطط كل المواقع الا المواقع بتاعت الدفاع الحسني، مع سريع واتزم حاطط كل المواقع الا اي موقع يخص نادي سريع واتزم. عشان كده عايز اقول لخالد جلال، دايما دايما مش هتلاقي كل متفق عليك، مش هتلاقي كل معاك وكل في صفك، لازم ده وضع طبيعي جدا. ف ما تحطش في دماغك سوشيال ميديا لانك هتتعب، هتتعب. انت زي ما انت قلت يا احمد كده، سيب الفتره السابقه راحت لحالها، الفتره دي انت الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى مستمر، عندك مدرب احمال زي ما انت بتقول كويس، وانا شايف من خلال التقرير ان هو عمل حاجات الزمالك محتاجها لان ما كانش بيعملها قبل كده، اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجات اللي فيها قوه، لان انا كنت ساعات بتفرج على التمارين في بعض الاوقات، ولكن كانوا اللعيبه ومستر جروس مظلومين لان ما كانش عندهم وقت، كانوا بيتلعبوا كل 3 4 ايام فما كانش فيه. فدي فتره ان اللعيبه تقف على رجليها وفتره راحه تساعدهم، خلي بالك ساعات الراحه بتبقى مطلوبه. ولكن اللي انا عايز اقوله انت لاحظت ده على طول من خلال الرؤيه دي. طبعا طبعا طبعا، ما ده قوه، ده كله قوه، فاهم؟ ودي اللعيبه محتاجه لها. فانا شايف ان شاء الله ان الفتره دي تكون فتره خالد جلال والجهاز الفني، وعلى فكره بنبارك لعب حميد بسيوني، وزي ما موجود عزمي طبعا، وده لا يقل عن عدم وجود كابتن نبيل محمود، واحد من الشخصيات اللي انا بحترمها جدا. كابتن نبيل محمود مدرب كبير جدا واسم كبير، وايمن عبد العزيز نفسه وزملكاوي كبير. خلي بالك يا عم، كل الناس اللي بتنتمي نادي الزمالك بتحب نادي الزمالك من قلبها. وهو موجود في المكان ده، لو مش موجود في المكان ده بيبقى برضه شغال في النادي في مكان تاني. ودي حاجه انا بحب ده جدا على فكره في المستشار المرتضى، ما هي دي النقطه بحب دي بصراحة. يعني هو مثلا مش يمشي من الجهاز الفني ويطلع بره النادي، لا، يتولى منصب داخل النادي ايضا. لا، دي انت بتقول على ناس موجوده قريب او ناس لسه شغاله. لا، ده في ناس كتير مش شغاله ومش موجوده ومع ذلك ليها دور في النادي وليها معاش في النادي وليها. فكل واحد يقول اللي ليه واللي عليه. بكل امانه دي حاجه بصراحه تحصل. هو اول رئيس نادي يعمل دي. خلي بالك، ده في لعيبه من النادي الاهلي زمايلي، يعني والله بكلمك بجد، لسه كنا بنتكلم في الكلام ده من اسبوع، كنا بنلعب اهلي وزمالك، كنا بنتكلم في النقطه دي من اسبوع. تخيل هي واصله لهم او واصله لناس كتيره جدا، لان انت عارف مجال الكوره كلنا اصحاب، فبيتكلموا في النقطه دي. يعني انا لما شرحتها لهم قلت لهم على اسماء يعني لو قلت عليها ما حدش يسمعها لغايه دلوقتي، وعيب ان انا اقول عليه، ومع ذلك بياخدوا معاش وموجودين، ودي حاجه بصراحه يعني ميزه تتحسب له بصراحه. بيشتغلوا او ما بيشتغلوش صراحة، المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة مطلع قرار إن هم كده كده في وظائف، مثلا حتى وظائف شرفية، وفي ما بيجوش، ومع ذلك المرتب شغال. المرتب شغال. فبصراحة دي نقطة، يعني بصراحة ربنا بيكرم برضه بسبب حاجات زي كده. بالظبط، أكيد يعني. بس فبقول لخالد يعني ركز أنت والجهاز اللي معاك، وربنا يوفقكوا، كلنا وراكوا، وإن شاء الله إن شاء الله مع اللعيبة اللي موجودة مع لعيبة المنتخب إن شاء الله يكونوا واخدين البطولة، ونفسيا عاليين جدا، تقدر ان شاء الله الثلاث مباريات دي وتعدي مباراه بمباراتها، ان شاء الله البطوله تبقى في نادي الزمالك باذن الله ان شاء الله. طبعا الجهاز الفني، يمكن اتكلمنا على دور الجهاز الفني واهميه الجهاز الفني فيما يخص المستوى اللي احنا بنأمله في لعيبه نادي الزمالك وفي الفريق الاول لنادي الزمالك. الجهاز الفني فيه كوكبه من النجوم، منهم من وجهه نظر المتواضعه نجم من النجوم اللي انا بعتبرهم من اساطير نادي الزمالك، ان جاز التعبير، لانه احيانا كثيره جدا ما خدش حقه على المستوى الاعلامي مقارنه بما قدمه لنادي الزمالك، وازاي تعب وازاي شقي مع نادي الزمالك واحرز مع نادي الزمالك بطولات كبيره جدا في توقيت كان صغير، 4 او 5 او 6 مواسم
تامر عبد الحميد عمل مع نادي الزمالك ما لم يصنعه لاعبون لعبوا لنادي الزمالك بال15 وبال20 سنه هو دينامو خط الوسط ودونجا نادي الجون الزمالك. الجون اللي جابه تامر عبد الحميد ده تاريخ لوحده. يعني ده بطوله الرجاء. ده هو بطوله وكان الملعب مقفول وبتلعب الرجاء وما ادراك ما الرجاء بصراحة يعني. وكان وقتها بقى الرجاء طبعا كمان يعني لا تامر من اللعيبه الديفندرات اللي بصراحه يعني زي كده كابتن اسماعيل يوسف زي ايمن عبد العزيز في لعيبه انا مش عايز انسى محمد كمونه في لعيبه في نادي الزمالك في الحته دي كان ليها دور كبير جدا يعني طبعا يبقى تامر عبد الحميد اسم كبير جدا موجود في الجهاز الفني كان لنا معه هذا الحوار حول الفتره القادمه لنادي الزمالك تحياتي ليك زميل العزيز احمد جمال مره اخرى ودلوقتي معانا كابتن تامر عبد الحميد احد رموز نادي الزمالك كابتن تامر في البدايه برحب بحضرتك طبعا برنامج الزمالك اليوم يا كابتن تامر اهلا بك يا خالد واهلا طبعا بالساده المشاهدين وطبعا منورين اللي في الاستوديو كابتن تامر يمكن بدايه جديده لحضرتك في الجهاز الفني نادي الزمالك اكيد ثقه كبيره من مجلس الاداره بقياده المستشار مرتضى منصور في كابتن تامر عبد الحميد اولا اقول فترة صعبة جدا احنا موجودين فيها اي حد بيمثل نادي الزمالك احنا كنا وراه جه علينا الدور اللي احنا نبقى موجودين في النادي بعد بعد كبير جدا فترة كبيرة تقريبا 12 سنة عدم دخول النادي الزمالك ولكن احنا كلنا اولاد نادي الزمالك واي حد موجود احنا بندعمه وبندعم اي جهاز حتى جهاز فني اجنبي كان موجود احنا كنا بندعمه وكنا في ظهره المرحلة دي احنا محتاجين دعم الجماهير محتاجين دعم الناس اللي هي بتحب نادي الزمالك بجد تقريبا جهاز كله زملكاوي ما فيش اكتر من كده زملكاوية يعني فيا رب بس الفترة اللي جاية نوفق فيها قدامنا ثلاث مباريات صعبين انا شايف ان جونا الاسماعيلي الاهلي الثلاثة اصعب من بعض ولكن بدعم الجماهير ان شاء الله باذن الله هناخد البطولة الدوري باذن الله يعني كابتن تامر اكيد الفتره الجايه زي ما حضرتك قلت فتره صعبه خصوصا ان الماتشات هتبقى بعد بطوله افريقيا هل حضرتك تتوقع ان يبقى في بعض الاجهاد لبعض لعيبه نادي الزمالك اللي موجوده في منتخبنا الوطني او موجوده في منتخب تونس او المغرب ولا الكلام ده مش هياثر عليهم ان شاء الله في المباريات المتبقيه سواء في الدوري او في الكاس لا اكيد اللعيبه الدوليه اللي موجوده معانا متعوده على ضغط المباريات الفتره اللي فاتت دي اللي احنا خدنا فيها اجازه اللعيبه خدت الاستشفاء بتاعتها كويس جدا انا شايف ان اللعيبه مرتاحه جدا في التمرين الثلاث ايام اللي فاتوا اللعيبه اللي هي موجوده في المنتخب طارق حامد ولا محمود علاء الوينش وجنش ان شاء الله باذن الله الامور مش هتاثر معاهم خالص وان شاء الله هيكونوا جاهزين في الفترة اللي هي جاية إن شاء الله جونا الإسماعيلي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يعني كابتن تامر أخيرا بقى بتطلب إيه من جميع نادي الزمالك الفترة القادمة إن شاء الله والله يا خالد إحنا بنطلب الدعم يعني أنا الفترة اللي فاتت أنا بصراحة ما كنتش مبسوط بصراحة يعني في حملة ممنهجة كده على الجهاز أنا شايف إن الجهاز ده قدم أوراق اعتماده السنة اللي فاتت بمعنى اللي أنت تكسب الأهلي وتبقى ماشي كويس جدا في الاربع ماتشات اللي انت خدتهم السنه اللي فاتت وبعدين تكسب كاس مصر بالجهاز ده والامور تتغير من يوم وليله في حاجه انا شايفها مش مظبوطه انا بقول لك اهو احنا كنا داعمين للجهاز الفني اللي كان موجود ولكن سنه الحياه بتتغير مش على طول فرقه هتاخد بطولات مش على طول فرقه هتخسر ولكن احنا طالبين الدعم الحقيقي من جمهور نادي الزمالك الحقيقي فربنا يكرم الفتره اللي جايه ان شاء الله خير باذن الله كابتن تامر كنت منورنا ومشرفنا وبشكر عليك شكرا جزيلا الله يخليك يا خالد شكرا شكرا يا كابتن تامر اهلا بكم مره تانية مشاهدينا الكرام ده كان لقاء مع الكابتن تامر عبد الحميد طبعا المدرب في الجهاز الفني لنادي الزمالك اللي انضم ليه طبعا كابتن عبد الحميد بسيوني طبعا مدرب كبير والمدير الفني السابق لفريق حرس الحدود جهاز فني تقيل جهاز فني مليان خبرات كبيره جدا كابتن خالد جلال كابتن عبد الحميد بسيوني كابتن تامر عبد الحميد امير عزمي مجاهد عقول مصريه كرويه ناضجه لها من الخبرات اللي ممكن ان شاء الله تساهم في الفتره القادمه لنادي الزمالك والكل يتحدث عن الثلاث مباريات هو طبعا الحديث يمكن مبكر قوي
على الثلاث مباريات، ولكن هل ميزه لنادي الزمالك ان هو هيلعب المباريات بعد انتهاء كاس الامم الافريقيه؟ برضو في حسابات بتتغير عند الانديه الثانيه، ان كان الجونه ان كان الاسماعيلي طبعا، يمكن الاهلي هو ظروفه شويه قريبه من ظروفك انت يعني نفس الظروف، ولكن الاهلي والزمالك مختلفين لان القوام الاساسي بتاعهم موجود في المنتخب. نعم. انت بتتكلم على الفرق الثانيه ممكن تعاني شويه، يعني الجونه الاسماعيلي ممكن يعانوا شويه بكل امانه، يعني لان هيقعدوا فتره كبيره جدا ان هو بعيد عن المباريات الرسميه يعني. ولكن لا، ميزه نادي الزمالك ان المباريات تتلعب بعد بطوله امم افريقيا، ودي كانت اكبر ميزه لبشار مرتضى منصور ومجلس الاداره، كان مصمم ان انت ما تلعبش الفتره اللي فاتت دي، لان زي ما قلنا ونادينا وقلنا ان في لعيبه كتيره جدا مهمه ولعيبه اساسيه ولعيبه كان عندها اجهاد، كل الامور دي كلها انا اشوف ان في مصلحه نادي الزمالك ان شاء الله وفريق نادي الزمالك، مصلحه الجهاز الفني كمان خالد جلال والجهاز الفني. كل جماهير نادي الزمالك بتبحث عن ضلتها في القيمة الفنية الكبيرة والمهارية لمصطفى فتحي. يعني يظل هو من معشوق جماهير نادي الزمالك اللي الكل بيدور عليه، يقول لك فين مصطفى فتحي؟ هيرجع امتى مصطفى فتحي؟ هو الوحيد اللي يقدر يرد هو مصطفى فتحي. ليه؟ مش يرد بره الملعب، جوه الملعب، لان مصطفى بقى له فترة كبيرة جدا 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 بعيد عن الملعب. حتى لما كان بعيد ونزل في المباراة لو تفتكر مع مستر جروس ادى بشكل كبير جدا. اللعيب المهاري احمد اللي ربنا مديله موهبه في المهاره وفي السرعه ده بيبقى لعيب مختلف، هو اللعيب اللي بيعمل الفرق، هو اللي بيعمل الحلول. ليه احنا بنقول فرجاني ساسي مختلف؟ ليه دايما بالنادي الايمن حفني اللي هو بعيد بقاله فتره ودايما بناديله؟ هو جمهور نادي الزمالك بيحب لعيب الكوره اللي بيأدي، لعيب الكوره اللي بيقاتل في الملعب وبيحقق بطوله. هو ده جمهور نادي الزمالك اللي هو دايما بيتعلق باللعيب الحريف، اللعيب اللي هو بيعمل انجاز، اللي بيعمل تاريخ، اللي بيعمل بطولة نادي الزمالك. نعم. فمصطفى لعيب موهوب، أتمنى إن شاء الله إن ربنا إن شاء الله يوفقه ويرجع سليم 100%، لأن دي هتفرق كتير جدا مع مصطفى ومع نادي الزمالك، لأن مصطفى لو موجود من فترة كان دخل منتخب، كان بقى موجود في المنتخب، كان بقى من نجوم المنتخب، هو التاني بعد محمد صلاح في الحتة دي. هو بعد محمد صلاح في الحتة دي، حتة الناحية اليمين، لعيب الأشول اللي يقدر يخش لجوه طبعا يخش لجوه يروح للجون، سنه صغير عنده خبرات دلوقتي مهاريا مفيش حد زيه كتير في مصر طبعا طبعا، في زمن نظرت فيه المواهب، هي دي المواهب. ده انا امبارح بدور في الارجنتين على واحد غير ميسي مش لاقي، والله ما لاقي. تخيل الارجنتين يعني بكامل الاسم الكبير ما عندهمش ثلاثه في الملعب مهاريين، ما عندهمش، والمدرب عايز يكسب ومع اجويرو ومع ديماريا، ده حاجه غريبه جدا. وديبالا ما بيخش المنتخب ولا ايكاردي، يعني ديبالا ده يعني عنده، لا هو في المنتخب الارجنتيني عنده، بس هو مدير فني طبعا، كل مدير فني ليه وجهه نظره يعني، او ميسي ليه وجهه نظر، نقدر نقول حاجه زي كده. ساعات احنا برضو بنعاني من هذه الامور لما يبقى عندك نجم كبير، بتكلم على ان انا واحد معشق ميسي يعني طبعا، كريستيانو بدرجه اقل، ان انت ممكن لعيب لا 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 لا، كريستيانو مش بدرجه اقل، لا كريستيانو مختلف يعني، انت عندك ميسي رقم واحد، انا عندي كريستيانو، انت كريستيانو رقم واحد طبعا. انا بتكلم على اللعيب حينما يفرض سطوته على الجهاز الفني او على اتحاد الكوره، يقول لك انا عايز مين ومش عايز مين في لعيبه بحجم ميسي او بحجم كريستيانو. ميسي قد يتدخل كثيرا جدا في الامور ديت، عشان كده بيهاجم كثيرا جدا في الاعلام الارجنتيني. عموما نرجع لاجواءنا المحليه مع نادي الزمالك، وطبعا زي ما كنت بتكلم من شويه العنصر الجديد والوافد الجديد لنادي الزمالك من خلال الجهاز الفني للفريق الاول لنادي الزمالك هو الكابتن عبد الحميد بسيوني. طبعا هو طبعا واحد من محللينا الكبار هنا في الزمالك اليوم، وانضم للجهاز الفني لنادي الزمالك، وطبعا انا قريب منه، وكابتن طارق مصطفى قريب منه، واحد من المحللين الكبار وبرضه مدير فني كبير جدا وعمل نتائج رائعه جدا مع فريق حرس الحدود، ومكسب كبير جدا انضمامه للجهاز الفني لنادي الزمالك، زي ما كان الكابتن نبيل محمود طبعا كان انضمامه كان مهم جدا لنادي الزمالك. معنا تقرير ولكن هنشوفه بعد شويه. يعني كابتن طارق بنتكلم على القيمه الفنيه لبعض اللاعبين، بمنتهى الصراحه كابتن طارق، هل نادي الزمالك من وجهه نظرك الفنيه برضو لو انت اتسالت وقلت رايك الفني، هل نادي الزمالك يحتاج الى لاعبين جدد يدخلوا على الفريق دوت؟ ولو دخل لاعبين تفضل في اي مراكز؟ طيب قبل ما اقول لك، بس طبعا كل الامنيات وكل التمني ان شاء الله حميد بسيوني من الناس المحترمه جدا واللعيبه اللي ادت لنادي الزمالك في الفتره اللي انا كنت موجود فيها، جه علينا عبد الحميد بسيوني خد هداف الدوري في اول سنة. سنه
فوسام حتى ساعتها كان قال له شحات ابو كف ولسه جاي وبتاع. فعبد الحميد من الناس المحترمه جدا المحبين اللي دايما بتمنى له هو ان شاء الله وخالد جلال وتامر عبد الحميد وحتى نبيل محمود اللي هو دلوقتي مش موجود في الجهاز وموجود في قطاع الناشئين بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. عمري ما بنسى كلهم ادوا الزمالك عمري ما بنسى نبيل محمود لقطه بكائه. لا انا بفتكر له جوان كتير جدا ده انا كان بيقعد معايا في الاوضه على طول كان مساك وكان بيجيب جوال كتير حاجه غريبه جدا. وجاب للزمالك دوري على فكره 87 88 في ماتش اهلي وزمالك جاب الهدف الثاني في مرمى اكرامي ده للتاريخ برضو علشان ندي للراجل حقه. كابتن نبيل محمود قيمه كبيره جدا على مستوى اللاعب لما كان لاعب. في مباراه سموحه بكى بكاء مريرا على الدكه لما كاسونجو احرز هدف التعادل. يعني لو اللقطه دي موجوده بعد ما كسوجو زملكاوي زملكاوي خلي بالك يا احمد كلهم زملكاويه خلي بالك والله زي ما بكلمك كلهم وبيحبوا نادي الزمالك جدا وانت قلت نقطه شوف انت قلت جاب ايه وفاكر ايه لنبيل محمود. خلي بالك ميزه برضو مش عايز ابعد بعيد عنها ان كل المدافعين بتوع نادي الزمالك اللي بيلعبوا كانوا لعيبه هدافين صحيح. اشرف قاسم الغزال الله يرحمه ابراهيم يوسف مدحت عبد الهادي وائل الاباني الناس انا مش عايز انسى حد بس تحس ان كله انت نسيت اللي هيضحك بعد الحلقه ما هو الشيشيني. الشيشيني طبعا تودي نفسك في داهيه الشيشيني طبعا ده احرف لعيب جابته مصر الشيشيني. الشيشيني دلوقتي بيعوم بيعوم بيعوم. لا الشيشيني كان لعيب حريف وكان وش رجله خارجي كان لعيب من اللعيبه زي لسه بقول لك ايه لعيبه حريفه وفي نفس الوقت هدافين. ايوه اشرف قاسم طبعا حاجه عظيمه. طب انا عشان لازم اخد منك اجابه عشان هنضطر نطلع فاصل ونختم الفقره قول لي دلوقتي لو نادي الزمالك محتاج لعيبه محتاج مين؟ بص هو رقم واحد اللي نادي الزمالك محتاجه محتاج راس حربه غير مصطفى محمد. يعني مصطفى محمد يرجع ده اساسي طبعا. يعني لازم يرجع مصطفى محمد من وجهه نظرك الفنيه طبعا. تمام لعيب ابن النادي لعيب صغير لعيب قوي لعيب هداف في اكتر من ميزه في مصطفى محمد تجبر النادي ان هو مصطفى محمد لازم يكون موجود السنه الجايه ويبقى له دور وهيبقى له دور ان شاء الله وهيبقى له دور لان هو انا اشوف مش اقل من اللعيبه اللي موجوده. اشوف ان نادي الزمالك محتاج زي ما قلت لك رزاق سيسي لعيب عنده عنصر سرعه مش اللعيبه اللي قلت لك اللي تحت راسات الحربه كلها لازم يرجع لازم الكره في رجليهم ده من اللاعبين المعارين لازم يرجعوا كده مصطفى محمد ورزاق سيسي في عندك تاني معارين يعني عندك في اسماء تانية. الزمالك مش محتاج كتير ومش محتاج ان انا امشي كتير واجيب كتير انا محتاج احافظ على اللي موجودين لان عندي ناس كتير كويسه بس محتاج اربع خمس لاعب منهم عايز اجيب في واحد في نص الملعب اللي شبه فرجاني ساسي اللي يعمل لي رقم 8 اللي هو يزيد انت فاهم بس انا مش محتاج بس كده. مش محتاج لعب محتاج باك شمال باك شمال محتاج باك شمال طبعا محتاج باك شمال وباك جنب عبد الله جمعه ولا زود عبد الله جمعه يرجع له مكانه الاصلي لا يبقى هو باك شمال يجيبه يبقى هو الاساسي ويبقى في منافسه مع عبد الله جمعه مش هجيب واحد اقل من عبد الله جمعه يبقى انا ما عملتش حاجه يبقى انا اخلي حد من الموجودين تمام بس تمام طبعا دي دردشه فنيه انا بس باخد منك بس وجهه نظر يعني وجهه نظرك انما طبعا كل التقدير وكل الاحترام طبعا ليه القرار في النهايه لمجلس الاداره ولقطاع الكره وطبعا والمدير الفني طبعًا. لنادي الزمالك كابتن خالد جلال كابتن طارق مصطفى التوفيق نورتنا حبيبي نورتنا سعيد جدا معاك بس الدنيا كبير. فاضيه والدنيا هاديه ايه رايك مفيش بقى ايه مفيش بقى لا حكايات ولا روايات ربنا يا رب يديم ان شاء الله وتبقى البطوله الافريقيه دي بدايه جميله جدا لمرحله جديده ان شاء الله يا رب كل التوفيق للمنتخب بكره ان شاء الله ننسى فيها كل الانتماءات طبعا وكلنا ورا حاجه واحده بس هي منتخب مصر واسم مصر الكبير طبعا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للمنتخب بكره ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله منتخب مصر. بعد قليل نكمل كلامنا في الزمالك اليوم وحوار ساخن مع نقادنا الرياضيين الكبار.